أنا عايز أتوقف عند يعني مشاهدات حضرتك على تأثير إذاعة القرآن الكريم على العالم الإسلامي مش العالم العربي بس. أي مشاهداتك الشخصية، رؤيتك لجماهير هذه الإذاعة في مشارق الأرض ومغاربها، اذكروا لنا عدد من المواقف وبالحكاية تتضح الصورة بطبيعة الحال. يعني أنا أتذكر الدكتور أحمد عمر هاشم مرة قال لي، أنا لما كنت في ألمانيا حاضر مؤتمر، قالوا لي في ألمانيا إحنا بنعتبر إذاعة القرآن الكريم هي جامعة الأزهر بالنسبة لنا. صحيح. عشان كده يعني فعلا احنا كنا حريصين في إذاعة القرآن ان لابد المتخصصين هم اللي نستضيفهم، يعني مثلا في الفقه استاذ فقه، حتى لو كان برنامج مثلا بيتكلم عن فقه حنفي يفضل ان احنا نجيب استاذ متخصص في الفقه الحنفي، لانه ايه، هيديني اكتر وهيكون مردوده احسن بالنسبة للمستمع. أيضا مثلا احنا خدنا الدرع من إذاعة لبنان لتأثير أيضا إذاعة القرآن الكريم على الإذاعة في لبنان. مثلا لما كنا سافرنا سوريا ونقلنا من المسجد الأموي، كان المسجد الأموي يعني مزدحم بطريقة غريبة جدا جدا لاحتفاله بإذاعة القرآن الكريم. مثلا احنا وصلنا طشقند مثلا نقلنا منها تراويح، فبرضو كان يعني جمهور رهيب كبير. فطبعا هي إذاعة القرآن لها مردود كبير جدا جدا لدى المستمعين في كل أنحاء العالم الحمد لله، يعني وده بفضل الحاجة اللي هي بتقدمها، لأن طبعا الدين دين الفطرة، فأنت بتقدم الدين وكل إنسان محب أنه هو يعرف دينه، فبالتالي بيكون في يعني ايه ود ما بينك وما بين إذاعة القرآن.